ينعاد عليكي ست صباح الليلة بسنة 95 وإن شاء الله بتكون سنة خير مثل ما عودتينا دايما. الصبوحة اليوم بتعايد مشاهدينا ببيتها بتلفزيون لبنان. ينعاد عليكي وعليكم جميعا بتلفزيون لبنان ويوفقكم دايما وتقدمونا الأشياء الحلوة وطبعا يكون أحلى سنة على لبنان وعلى العالم العربي. والحمد لله أنه أهم شيء كل سنة الواحد تكون صحته منيحة إن شاء الله. ست صباح بالبداية الصبوحة السنة مستقبل 95 بالأحمر والأبيض، الأحمر الحب والأبيض سلام وطهارة، مزبوط؟ إن شاء الله يا رب يصير سلام، هيدي أمنية كل إنسان موجود بهالدنيا هيدي. وبتعرفي ويليام كل سنة على راس السنة بيقدم لي فستان وبجيب لي مفاجأة والله يخلي لنا إياه لأنه حقيقي صديق وافي لإلي كثير ومزوي اكيد. بتقلني صبوحه بقصه الالوان وهالاشياء التقاليد اللي بنتعود عليها بليله راس السنه؟ انا بامن بالاشياء الحلوه، ما عندي الوان يعني وهيك قصص هيك، لا الشيء الحلو خلاص حلو شو ما كان لونه. شو صار مع الصبوحه بال 94؟ شيء طريف مرق معها؟ الحقيقه الشيء الحلو اللي مرق معنا هو مسرحيه الاسطوره، وما كنا متاملين ننجح القد يعني، كنا فاكرين رح نقدم يعني نجاح معقول، بس اخذنا نجاح اكثر ما بنستاهل انا وفادي، وان شاء الله انه بركي بنفكر نعمل عمل ثاني كمان ان شاء الله. ال 95 بتكون حامله عمل كثير مهم للصبوحه. نحن بدنا نشكرك على حضورك. طبعا بوس كل اللبنانيه وبقول لهم يا رب تكون احلى سنه وسنه ال 95 تكون سنه بحبوحه وسلام ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك مرة تانية بينتنا وكلنا سمع لست صباح. لك خليني هذا
ساري اغمز لا تمحى عم تتطلع فيا واللي وخبرني حكاية حب جديد وطيرني حدك طيرني وخدني دنيا باين واشرح واللي وخبرني حكاية حب جديد ابومي بيقي والقلبي ابومي لك بيقيدي والقلبي تنهي خلي الشوق لنا لحدود الطب ويا دينا جيب لبس وزي وحتغني هب البارود غني ويهب البارود.